لكم خوتين، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. فهاد لا فيديو هذا تحت طلب ديالكم، عافاك اختي كوثر، شرحي لنا كيفاش غادي نربحوا بهاد لابليكاسيون اللي هضرتي لنا عليها في تيك توك. لذلك كيف ما وعدتكم جيت بلا فيديو غادي نشرح لكم من ا حتى الزيت كيفاش غادي تانستالو لابليكاسيون، كيفاش غادي تدخلوا لها، كيفاش غادي تجمعوا النقاط، وكيفاش غادي ديروا التحويل. كلشي غادي يكون في هاد لابليكاسيون هادي، غادي يكون شرح مبسط وسهل وفيه وكلشي مفهوم، ما غاديش نطول عليكم الخوت. المهم هاد لابليكاسيون هادي سميتها لوفلي بيت، نتمنى ما نكونش غلطه في السميه. بالنسبه اللي بغى يانستاليها نخليها لكم في صندوق الوصف، غادي تكيو عليها، غادي يديكم ديريكتومون لو ليان، غادي يديكم ديريكتومون لابليكاسيون، غادي تانستاليوها، غادي تدخلوا واحد الكود غتربحوا 1000 نقطه. الكود ديالي غادي يربحكم 1000 نقطه، هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه الربح ديالها ما غاديش نقول لك اختي غديري به الفيلات وديري به الطوموبيلات وديري به المشاريع، هذه غير كتبريكولي بها وصافي. يعني تقدري تربحي 2 اورو هي 20 درهم، 5 اورو هي 50 درهم، 10 اورو هي 100 درهم، يعني ماكسيموم تربحي فيها 25 اورو هي 250 درهم. وشكون اخي ولا اختي غادي يعطيك 250 درهم في النهار ولا في 3 ايام ولا في السيمانه؟ راه ما كاينش اللي غادي يعطيها لك، الا عطيتي سيمانه راكي غادي تجمعيها. المهم لذلك الخوت، يعني انا جيت غير نبارطاجي معكم واحد المعلومه بسيطه في سبيل الله جربتها، اقسم بالله العظيم انا جربتها وتحولت لي الفلوس للكونت ديالي. غادي نوريكم كلشي بالدلائل في هذا الفيديو هذا. المهم الخوت باش ما نطولش عليكم، كيف ما قلت لكم اول حاجه غادي ديروا غتمشيو لصندوق الوصف تحت الفيديو، غادي تلقاو لوليا غادي تكيو عليه، لوليا اوتوماتيكمون غادي يديكم لابليكاسيون، لابليكاسيون غتانستاليوها، غادي تدخلوا واحد الكود ديالي حتى هو غنخلي لكم لتحت، غادي تربحوا 1000 نقطه. هذه هي اول مرحله غادي ديروا. بالنسبه للمرحله الثانيه والثالثه خليكم معايا باش يكون فيديو فيه الشرح ويكون كلشي هو باش تفهموا، انا باغا كلشي يفهم، باغا كلشي يستافد، باغا الخوت باغاكم واخا تربحوا غير 20 درهم، المهم تربحوا شي حاجه من هاد التليفون. يلا خليكم معايا الفيديو. خوت جبت تليفون اخر باش نشرح لكم. المهم ها هي لابليكاسيون باش يبان الخوت، ها هي دابا كتبان لابليكاسيون، ها هي كتبان لكم لابليكاسيون، غندير لها انستال. فين تكيتا ويلي؟ المهم ها هي لابليكاسيون تانستال ونرجع لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. خوت كيف ما قلت لكم انفو غادي تتكيو على اللين، غادي يطلع لكم لابليكاسيون هي هادي، غتكيو انستالي. المهم انا نانستاليها ونرجع لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم الخوت هي تانستالت الخوت. هذا هو الكود، انا نخليه لكم هنايا باين، غنخلي لكم في صندوق الوصف، ديروا له كوبي وانتم غادي تشوفوا باش ما نقول. ها انتم شوفوا الفوق، ها هي زيرو كتشوفوها، احنا دخلنا الكود ديالي، ها هي غتربحوا 1000 نقطه، شفتوها ها انتم ربحتوا 1000 نقطه. غادي تكيو اوكي. عندكم هذا الكليب هذا كيف ما كتشوفوا هنايا، خصكم تهلاو فيه بالماكله. كيفاش؟ هنا عندكم شفتوها 20 20 ماسه الفوق، غادي تعطيوه ياكل وغادي يعطيكم القلوبه، ها انتم غادي ياكل مورا غادي يخلي لكم القلوبه. كيجيو اعلانات، غادي يجيكم واحد الاعلان بحال هكا، حاولوا تدوزوه وتفرجوا، غادي يعطيكم واحد اللعبه هنايا. المهم بقاو معنا الفيديو باش تشوفوا كلشي، ما غاديش نحبسوا باش كلشي يكون باين وواضح. المهم الخوت غتكيو هنا الفوق بحال هكا، غنتسنى واحد العلامه الاكس، رجعوا واخا يعطيكم هنا تانستاليوهاش، رجعوا بحالاتكم، غنتسنى واحد الاكس غتجي هنايا صغيره، ها هي. حنا بقينا هنا عطينا هي كلها وعطينا هاد القلوب، هاد القلوب باش غادي ينفعوكم، كتزيدوا النقط ها نتوما، عارفين ها نتوما 1000 نقطة، شوفوا ها نتوما. غادي تقولي لا اختي كوثر الا بقينا هكا ما غاديش نجمعوا كاع النقط باش نربحوا الفلوس، المهم نوريكم الفلوس كيفاش كتربحها. الا جمعتوا 20000 نقطة 2 اورو نتوما غاديين الماكسيموم عندهم 25 اورو، يعني 250 درهم. المهم الخوت نكملوا، كيفاش غادي تلعبي اختي ولا خويا وتربحوا دغيا النقاط؟ اول حاجه غتمشيو هنايا لهاد الجديده هذه اللي فيها الفلوس، شفتوها وتكيو عليها، غادي تكيو على بلاي تيم، غادي تكيو اوكي. المهم
المهم الخوت قلت لكم غادي تمشيو لهذيك اللي فيها اليديده فيها الفلوس وغادي تسكيو هنا بلاي تيم غادي تسكيو اوكي غادي يطلعوا لكم هنايا هنا غتطلع لكم هذه اللعبه هذه غير تسكيو اكس شوفوا الخوت هنايا هاد لابليكاسيون هذه جديده كيقول لكم لا تدخلوا لهاد لابليكاسيون هادو في الدقيقه غادي تربحوا 372 انا نزيد نوريكم تقدروا تشوفوا شوفوا راه كاين بزاف ديال الحوايج هنايا بزاف ديال اللعب المهم انا كنختار لي فيهم بزاف ديال النقاط فهمتوا باش كنربح دغيا ما بقيت كنختار داك الشيء ما فيهش بزاف ديال النقاط ما غادي بقينا هنا عندكم مثلا بلوس شوف الخوت فين الكاميرا هنايا باغ مينوت تربحوا 32 نقطه هذه لعبه ما فيهاش بزاف ديال النقاط بقيتوا جوج دقائق تربحوا 34 نقطه انا نمشي لكم شي لعبه فيها بزاف ديال النقاط صبروا مثلا هذه فيها 372 نقطه غنمشيو هنايا شوفوا الا دخلتوا لها وبقيتوا فيها دقيقه غتلعبوا غادي تربحوا 772 نقطه جوج دقائق 398 نقطه ملي كتكملوا هادو كيزيدوا يعطيكم انا نوريكم نوريكم انا الالعاب اللي انستاليت وربحت منهم بزاف ديال النقاط شوفوا ها هي ميزا ابليكاسيون ها اللعب اللي انستاليت اغلبيه كنلعب هاد اللعبه هادي علاش حيتاش فيها بزاف ديال النقاط انا نوريكم علاش شوفوا لعبت دقيقه شوفوا شحال من دقيقه بقيت في هاد اللعبه المهم دابا راني 7 دقائق لعبت فيها 9 دقائق غادي نربح 360 نقطه 10 دقائق 387 نقطه 11 دقيقه 384 نقطه ها هي وحده اخرى صبروا نوريكم واحد لابليكاسيون اخرى تاهي انستاليت فيها بزاف ديال اللعب هذا الخوت هادي عينو هادي شوفوا شحال لعبت باش نوريكم الدليل ها شوفوا شحال لعبتها 7 دقائق المهم راه هادي حطمت فيها الرقم القياسي هاد اللعبه المهم دابا الا بقيت فيها 62 دقيقه غادي نربح 1199 نقطه هنا بقيت فيها 71 دقيقه غادي نربح 1217 نقطه شفتوا كيفاش دايره القضيه صبروا ايو ديال كيفاش كنسحبوا الفلوس المهم هاد الكليب هذا باغي ياكل غادي نعطيوه هاد الماكله وعطانا هاد القليب هذا الاعلانات صبروا نحبس المهم دوزو نعطيكم الاعلانات غيدوزوهم الحاجه اللي بغيت نبين لكم كيفاش الفلوس كنربحوها شوفوا 20000 نقطه 2 اورو 50000 نقطه 5 اورو نتوما غاديين عندهم ماكسيموم 250 نقطه شوفوا الخوت انا غير لعبت غير باش نجرب ونشوف واش بصح ولا لا ها نتوما دوزو لي 2 اورو غنوريكم غنوريها لكم في البايبل كيدوزوها البايبل البايبل كدوزوها للكونت انا نوريها لكم ها هي الخوت شوفوا 1.94 علاش هداو لي فخي ها فوقاش دوزوها لي 10 فهاد الشهر هذا شفتوا كلشي بالبرهان والدليل باش تقولوا كنكذب عليكم هذه ديريكتوم غادي دوزوها للكونت غادي دوز لكم للكونت يعني خص يكون عندكم كود بايب خص يكون عندكم البايبل باش كيدوزوها لكم الخوت المهم الخوت وصلنا لنهاية لا فيديو كنتمنى بان الفيديو نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش واحد اللايك واحد كومونتير زوين باش تشجعوني انني دائما ندير الجديد ودائما كانت عندي شي معلومه ما نبخلش عليكم بها وبسلام عليكم كنبغيكم بزاف 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 ولا كاين واحد كاين اي واحد عنده اي تساؤل خليوه لي الخوت في لي كومونتير وغادي نجاوبكم ان شاء الله يلا بسلام عليكم